مرحبا شباب، يعطيكم العافية. معكم جاك سرياني من ميوزك جير. بالنسبة للأبديت الـ PA1000 MG Edition، أول شغلة بنعملها بنروح أكيد على الويب سايت، أوكي، بنكتب www.musicgear.me. بدها تفتح عنا الصفحة، أول شغلة بنعملها بنروح على الداونلود، أوكي، بننزل. أكيد اللي ما بيعرف الويب سايت، فيكم تشتروا من الويب سايت وفيكم تعملوا اوردر اونلاين، وكل شيء بينعمل على الويب سايت يعني، وكل شيء برامج لميوزك جير موجوده كلها بالداونلود. يعني عندنا هون بي اي 1000، عندنا بي اي 4X ام جي 2 ام جي 1 بي اي 3X سوبر اورينتال او ار، وكذلك عندنا درايفر تبع الكورج على الكمبيوتر. نحن بنروح على البي اي 1000، نحن بنلاحظ هون عندنا اذا بدنا الاو اس تبع البي 1000، بس نحن ما بدنا، اللي نازل عنده اكيد مش ضروري يرجع ينزله. بننزل لتحت على اخر سكرين، بنشوف عندنا هون بي 1000 1.6.1 latest update، نعمل داونلود. بس نعمل داونلود، بنرجع بنروح اكيد ننزل من اللي بنشوفه عندنا بالفايل داونلود. هو اللي بيكون هو زيب فايل، لازم فايل، لانه في بقلبه غربي بي 1000 وفي بقلبه بي كي بي. اوكي، بالنسبة للبي كي بي والغربة مثل ما هن بنحملهم، اوكي، وبنكبهم هن فايلين. وفي عنا دوت سيت اللي ما بده ينزل دوت بي كي بي، بنكبهم على يو اس بي. هلا من بعد ما نكبهم على يو اس بي، اوكي، بنرجع بنروح على الكيبورد. اكيد بنكون حطيناه نحن على يو اس بي. بنجي على ميديا، اوكي. هلا فينا نعمل كوبي للفايلات، اما فينا دغري نروح على اليو اس بي. اذا بنروح على اليو اس بي دغري بيكونوا عندنا يهون هون، بنعمل لهم كوبي. يعني عندنا بدنا الغربه، بدنا اذا بنروح على الكوبي هون، بنروح على الغربه، نكبس على الغربه وبنكبس شيفت مع بعضهم هيك، هو بنقيهم اثنيناتهم، نقل الغربي ونقل هيدا. فينا نعملهم هول كوبي، كوبي تو، فينا نكبهم على الاس دي اذا حاطين اس دي بقرب الاورج، اما على الديسك. اوكي، تنفترض انا نقلهم على الاس دي، رح روح دغري لود يوتيليتي ريسورس ريستور اكزيكيوت، بروح وبنقي الفايل بي اي 1000 ام جي 1.6.1، بقول له ريستور اول، وبينزل بينزل كل شيء. اكيد عندنا نطره صغيره تا ينزلهم. هلا بيسالنا كمان انه بدكم على الاكيد. اهم شيء شباب انتبهوا لشغله، اذا عاملين برامج اما برنامج على الكيبورد تبعكم، اعملوا سيف قبل ما تلودوا. اوكي، هو بيسالكم هون ووردينج ار يو شور انه على الاكيدين، فتذكروا بهالجمله فيكم تعملوا كنسل وسيفوا بروجرامكم اذا كنتوا نسيين، سيفوا برنامج تبعكم، لانه هو هلا بهالطريقه رح يروح كل بروجرامكم. يعني حيرجع يسفر الاورد، رح ينزل مثل ما نحن مبرمجينه. اوكي، هون رح يخلص. هلا بعد ما يخلص هو بيطلب منا اكيد من بعد بي كي بي انه نطفي الاورج وندوره. نطفي الاورج، نرجع من دوره. اوكي شباب، من بعد ما دار الكيبورد، رح فرجيكم فسركم على السريع عن الابديت، شو في وين محلات الايقاعات الجديده، الانترويات، المقدمات اللي انعملت. واكيد رح نرجع ننزل فيديوهات اكثر تنعرفكم اكثر على الايقاعات، تعرفوا كيف تستعمل وشو الطريقه وكيف وليه. بنروح اول شيء عندنا باليوزر، اوكي، في عندنا فاكتوري لوكال يوزر دايركت، بنروح على اليوزر، في عندنا 5 و6. هول المقدمات كانوا موجودين بس نحن عدلنا عليهم، الايقاعات صار جودة عالية كتير كتير حلو الايقاع، الشباب جربوهم والنتيجة كانت كتير حلوة. مثلا عز الحبايب نحن نقوس انترو 1، هي اللي اكور بنحطه اكيد، وهو بيشرق لحال وهو بيسرق اذا في سرعة. انترو 2 السولو مثل العادة اكيد بتعرفون هول. اوكي، في عنا variation 5 و 6.
هاي الميزة اللي بنتميز فيها نحن ميوزك جير، وخاصة بالبي اي الف صار عندنا بدل اربع فاريشن هي كوبي رايت بس لميوزك جير، صار عندنا فاريشن 5 و 6 نحن عملناها. يعني قلت ليه ما بنستعملها للسيكونسر؟ هلا في ناس يمكن تقول تعارض سيكونسر، هلا اللي ما بده في ما يستعملهم، بس في ناس كثير بحاجه لهالموضوع وكثير انبسطوا انه سيكونسر قدرنا قصمناه على ايقاع، وهذا الشيء اخذ معنا شغل كثير لانه عم نعمل مثل غنيه عن جديد عم نوزعها. يعني عم نوزعها كانه عم نوزعها على الكمبيوتر، عم نوزع غنيه جديده بس مثل هي ذاتها، بس عم نعملها على الاورج. اوكي فاريشن 5 variation 6 اكيد عندنا كمان مثلا الانترو 1 قلنا المقدمه، انترو 2 هو السولو. نحن بدنا ثاني كوبليه. اوكي ما قدرنا سيعنا لانه مجبورين نقطعهم على قسمين حتى نقدر نتحكم قد ما فينا بالسيكونسر. فانترو 3 هي كانت الكوبلي. كل هالسيستم موجود على كل الاغاني. هلا في كم وحده بعدنا عم نظبطهم، بس تقريبيا هول عم نحكي كلهم انعملوا على كل اغاني يوزر 5 و 6. اما بالاغاني الجديد الاغاني اللي زدنا عليهم، بعيد عنك اكيد سمعتوها ديمو ونزلناها، حرمت احبك، على هذا مع اللوبات محطوطين على الباد 1 و 2 و 3. اوكي هات افرجيكم شوي. عندنا نحن هون على الهدى اوكي انت باد 2 اللي بيضحكي انا باد 3 على العين اكيد اكيد بيمشوا كمان على السرعه، بيمشوا بيسرعوا وبيبطئوا، وكل الغنيه بنعملها على القام اللي هي معموله للغنيه. هلا في حال حابين تغيروا لقام فيكم تغيروا له. هلا بفرجيكم باللوبات كيف فينا نعملها. مثلا انترو على الهدى مثلا في حال مثلا على العين معمولة على الله. اوكي كذلك الامر. ان شاء الله بنرجع بنعمل اغاني بعد اكيد كورال، بننبش شو اللي ضارب شو اللي ترند وبننزله احنا كمان، ما في مشكل. في شغله تانية هو اللي عم نحكي بالنسبه للايقاعات، اكيد في كتير بعد قصص ما حكيت عنها. حتى عاملين تبع جورج وصوف كذلك الامر فاريشن 5 6 هو القديمين، بس اللي مش عارف تا يعرف. بالنسبه لليوزر بعد عنا يوزر 10، يوزر 10 عندنا يوزر 5 و 6 اللي هن التي ار تبع الام جي 2 كمان صاروا موجودين. اوكي كان عم ينطلبوا. وعندنا كمان بالنسبه للايقاعات الشعبي عندنا على اليوزر 11 و 12 اللي موجودين على الدايركت اللي هو غربي. اوكي هلا في فكره كمان اعطونا اياها، رح نرجع نظبط اكيد بالابديت 1.6.2 رح يكون عندنا على اليوزر 1 2 3 الغربي، رح نقيم الغربي ونبلش نعبي نحن بالنسبه لنا عربي لان ما عم بيسابقها معنا، ونحن برنامجنا برنامج ميوزك جير كل ما انه عم بيكبر ويكبر عن اورج ورا اورج. اوكي فاكيد رح نفسر عنهم. عندنا يوزر 10 لام جي 2 اوكي كله نزلناه
ام جي 2 القديم شوبي، هول كلهم كانوا عم ينطلبوا، نزلناه هون. عنا اليوزر 11 كمان ايقاعات كلها كمان جديده. بالنسبه لايقاعات الشعبه رح فرجيكم معهم اللوب، اللوبات موجودين باليوزر، انتم معودين على اليوزر 1. في عنا لوبات اللي كنا منزلينهم مع البي اي 1000 اول ما نزل. اوكي، هلا نحن على اليوزر 2 بيج 5 و 6 رح يصير كل شيء ترند نازل رح نصير ننزل نحن. هول نازلين على الرام، فيكم تمحون فيكم تخلون، في ناس قالوا نحن ما بيهمنا، فيكم تمحون ما في اي مشكل، بس انا مش اخذين ميموري، مش اخذين 10 ميجا، اوكي يمكن اكثر شوي صغيره 12 ميجا يمكن، فيكم تعملون كومبرس بكبسه وحده بيصير عندكم اياهم 6 ميجا تقريبا. اكيد كلهم هون معروفين. هول كلهم بيسرعوا بيبطئوا. اوكي، اكيد بعد في كلهم الخواف وهول كلهم نازلين، كل شيء كل شيء نازل في معهم. وعلى البيج 6 تبع ساري كلهم اكيد عم نحكي مع السرعة، كلهم بيمشوا مع السرعة. هولي عم نحكي كل شيء ترندات منزلينهم يعني. اوكي، هاي بالنسبة للابديت، هيدا هو. ما في اصوات جديدة، ان شاء الله بالابديت الجديد ممكن يكون في اصوات جديدة. في ايقاعات الطرب كثير انطلبوا انه يكونوا معمولين كست ايقاعات، رح نعملهم على الاكيد. وهيدا كل شيء، ونرجع نطلع نبين معكم فيديو جديد على الابديت الجديد، واكيد قريبا انطرونا بديمويات لكل شيء نعمل حتى ننزلهم على الشانل تبعونا يوتيوب. وميرسي لكم.